وأنا بتابع الأخبار الخاصة بأوكرانيا والجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية تحديداً لعودة المصريين، بلاقي إن في مجهود كبير جداً بيحصل في الملف ده من يعني مصر لعودة ولادها المصريين في أوكرانيا. النهاردة هيتم تسيير رحلة طيران تانية، يعني هتنقل عدد كبير من الطلاب والمواطنين إلى عبر الحدود في رومانيا، وده وفقا لتصريحات قالتها امبارح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج. في الحقيقة دي مش أول رحلة، لأن يوم الثلاث اللي فات شفنا وصول أول رحلة للطيران من بوخارست لمطار القاهرة، وكان عليها 181 مواطن. الجهد والإنجاز اللي بيحصل في عملية عودة المصريين ده مش مصادفة ولا أول مرة يحصل، لأن في شواهد كتيرة قوي بتأكد ده، وفي أمارات كتيرة بتقول إن الدولة دايماً بتحافظ على كرامة المصريين سواء كانت داخلياً أو خارجياً، وعندها خطة للخروج الآمن للمصريين من أي مكان بيحصل فيه مشكلة أو عدم استقرار. يعني مثلاً مصر كانت أول دولة بتخرج الجالية المصرية أثناء بداية جائحة كورونا من مدينة ووهان الصينية، وفي بداية التفشي الخاص بالفيروس هناك في الصين، وكنا برضو من أوائل الدول اللي قدرت إن هي تخرج المصريين من أفغانستان أثناء حدوث الأزمة في أفغانستان، وده بعد التقلبات الأمنية فيها. كل ده بيأكد وبيعكس تنسيق كبير واهتمام ومتابعة لحظية من كل الجهات المعنية في الدولة علشان تحافظ على ولادها وتحافظ على يعني كرامتهم وتحافظ على أمنهم سواء كان داخليا أو خارجيا. وفقا لمقاييس يعني قوى الدولة الشاملة، بنلاقي أن الدولة القوية هي اللي بتسخر كل مقدراتها علشان خاطر تحافظ على أبنائها داخليا وخارجيا. صحيح يا عبد الصمد، ولو احنا بنتكلم تحديدا يعني عن ما يحدث في أوكرانيا، فالاهتمام الكبير من قبل الدولة المصرية ده بيخلي عند المصريين في الخارج قناعة بأنهم آمنين أينما كانوا، وأنه الدولة دايما في ظهرهم ودايما هي سندهم في أي موقف أو ظروف طريقة بتحدث. وإحنا بنتكلم النهاردة عن ما يحدث في أوكرانيا والأزمة الأوكرانية، فكان في تكليف مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة لإجلاء المصريين من أوكرانيا لحظة بلحظة. الحقيقة كانوا يعني الحكومة المصرية والدولة المصرية مع ولادها في أوكرانيا، والخطة دي اشتركت فيها عدد من الوزارات، وزارة الخارجية عبر سفارات مصر في أوكرانيا وأيضا الدول المحيطة بها، وكمان وزارة الطيران المدني ووزارة الهجرة طبعا بدورها. والخطة كان من نتائجها أنه وصلت أول طيارة عليها مصريين يوم الثلاثة اللي فات، والنهاردة إن شاء الله هتوصل الطيارة الثانية. ولما تشوفوا الفيديوهات وتسمعوا الطلبة اللي راجعين بيتكلموا ازاي عن تجربتهم وازاي كان فيه اهتمام من قبل الدولة المصرية بكل خطوة بكل تفصيلة صغيرة بتحصل معاهم، بيتكلموا معاهم عن مستقبلهم هم في كليات ايه، ومن قبل وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وحديثها مع وزارة التعليم العالي لما ييجوا شهاداتهم هتكون عاملة ازاي، بيطمنوهم على مستقبلهم وبيطمنوهم خطوة بخطوة وبيسمعوا صوتهم لحد ما يوصلوا أرض بلدهم. وده كان فارق كتير جدا مع كل الطلبة، لما تشوف الفيديوهات تحسوا بأنه قد إيه ده فرق معاهم، وكمان تعرف أنه الدولة المصرية مش ممكن أبدا أنها تنسى أولادها في أي مكان، ومش ممكن أنها تتخلى عن أي مواطن مصري موجود خارج أراضيها. ومسألة التواصل المستمر مع المصريين في الخارج وصولا للأجيال الثانية والثالثة مسألة غاية في الأهمية وفرقت معانا في كل شيء. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.